واشهدينا. دخل شاعر وقيل أبو الأسود الدؤلي على أمير المؤمنين، رآه معصب وهو يلم فخذا ويمد، يقبض يمينا ويبسط شمالا، تأثر على الإمام أنشد يقول: ألا يا 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 عين جودي واسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين وأبكي خير من ركب المنايا وفارسها يا ومن ركب السفينة وما ينصى ما الهجير وقام ليلا وناجى الله رب العالمين. إمام صادق بر تقي فقيه قد حوى علما ودينا وبات على الفراش يقي أخاه ولم يعبى بكيد الكايا. كافرين أريد المجلس الليلة حنين وأنين، أنا وياك أخذ وعطاء، إحنا أكبر من هذه الأجواء، أكثر من هذه الأجواء حرارة قلوبنا. يا إمام صادق بر تقي فقيه قد حوى علما وكنا يا ما قبل مقتله بخير، ترى المولى رسول الله يا إذا استقبلت وجه أبا حسين رأيت البدر راع النار. يا 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 وين وين هونتك على علي الليلة؟ ابن حرب هي فلا قرت عيون الشام يا شامتينا وقل للشامتين بنا رويدا سيلقى الشامتون كما كما لقينا بويا الزيم يا ابن دهة العباس صاح وصوت شعدها صاح ويا الكفيل اختم اكتر يد الشوف والدها زين يا ابن
بيدها العباس وابو فاضل تلقاها ينشف دمعة عيونه وينشف دمع عيناه يا زينب يا مرش تردين يم الخدر نادى تقل يا ويا يا والدموع عذار شلون اصواب حام الجار خويا اسمع ويدها بكل دار يا خويا والهواش معاي كلها تنوح جاهدة زينة زينب تقل للعباس خو يسمع هضل وصياح وابو فاضل يقل زينب جبنا الوالد الجراح يا خويا عاين جرح البراس يا خويا وصف اقراح براس شسولف ليك بعد عنا بابونا ما بقت ظنا يا زينب ايش منا ويا مثيل ما ايس الجراح يا اختي وطبر تشد قالت لاخويا اذا هاي الوضعيه عندي طلب قال امري نور عيني قالت لاريد تروح لاخوي الحسن وتخبره تقل له زينب ويلي اين المنادي وزينب تقل لزينب موجلايا وتريد العادها تنظرايا يا 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 خويا وخافايا يعتذر منك لجن بهاي لتعذر خويا وبونا ورد اشوفنا يودعني وود عنا ولا يا ونوحان وانتحب يمك الف يا والدي صوابك يا حاضر شدايد أوله يا با جاء إلى الإمام الحسن أبو الفضيل قدم طلب زينب خنشوف الحسن وافق لولا صاح الحسن يا عبا يا زروح اخبر بني هاشم زينب يم أبوها تريد خلت تفرق الوالد جزينب تصيح بصايات عسن يا والدي سالم ويا تصيح ونار همها تزيد عسن يا امك يا ابويا بعيد تيتمنا يا ابويا تريد هاي البين رايد يا حاضر شدايد اويلاه 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 اقبلت على ابي جزينب تصيح بصوت عسن يا والدي سالم عسن يا والدي سالم قال لهم اختكم هاي ابو الفضيل حسن حسين اولادي هذه فخر المخدرات هذه عقيلة بني هاشم جزينب تصيح بصايات سمح وصاح سكتوها وقال لهم اختكم هاي ريد انكم تداروا
ويا مثيل ما كنت باريها اريد انكم تباروها. بويا عباس حسين اولادي واخاف الكربلة ترحون اريد بزينب توصون. بويا عليكم ما اظنيهون بديار الغرب حرمة غريبة وتظلوا حدا. يا عباس يا عباس زينب هاي هم الجاد هيجيدك. بويا امايا انا وردة سلمها يا بويا من يدي لايدك. باشر الضعل لو سار انت الحادي تريدك. صوت من شمع عباس على عين الخدر والراس خل تجمع جميع الناس تراه بشار بزينب ومن يقدر يصل حدا. هنا قالت لاخويا من بشاير بك لا تقول ما ويا من بشاير بك لا تقول ما ادري. ويا عباس يا صوان خدر لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.